الفريقان دخلا بعنوانين مختلفين، مولودية سعيدة من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر، وشبيبة سكيكدا من أجل تدعيم ترتيبها في المقدمة. الشوط الأول عرف تكافؤا في الفرص من الجانبين وبعض الهجومات العقيمة التي لم تأتي بجديد. بداية الشوط الثاني الدقيقة 46 تمريرة على طبق وقذفة قوية من خارج منطقة الجزاء يسكنها المهاجم طيب بالرملة في شباك حارس مولودية سعيدة. أصحاب الأرض لعبوا جميع أوراقهم الهجومية، والبديل حميد الشيخ في أول كرة يلمسها بعد دخوله إلى الميدان يسجل هدف التعادل للمولودية في الدقيقة 61. نفس اللاعب كاد أن يخادع الحارس بقذفة قوية أخرجها بوهدة إلى الركنية. اللاعب مقداش من جانب شبيبة سكيكدا أهدر فرصة لا تعوض في الدقائق الأخيرة من المباراة، لتنتهي المقابلة بتعادل منطقي بهدف لمثله قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة.